الناس في بلادي يتساءلون هو احنا نشتي ولا نصيف؟ يعني ده سؤال مهم جدا. يعني امبارح بعد الجو بتاع امبارح تحديدا، وبعد الرياح وبعد الامطار، وطبعا كان فيه في بعض المناطق تانية اتربة زي نواحينا كده زي ما بيتقال، ما بقيناش عارفين نلبس ايه، نتقل نخفف، طب نص نص، والله ما انا عارف. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ. كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب وبخير وكل المصريين بخير وعيد سعيد على الجميع يا رب. هو ما فيش وسيله للتحكم في الجو يا دكتور منار؟ ما فيش ما تمش اختراع اي جهاز يظبط لنا الدنيا شويه؟ يعني هو بالفعل الاضطرابات الجويه في الفتره ديت يعني حاده وسريعه، لان ده طبيعه فصل الربيع. وطبيعه الربيع كمان ان احنا نشوف التغير الكبير في قيم درجات الحراره ما بين يوم للتاني، ايام بنلاقي فيها ارتفاعات ملحوظه، ايام بنلاقي فيها انخفاضات ملحوظه، ويمكن اليوم الواحد ممكن نلاقي فيه الارتفاع والانخفاض. صح. او الفصول الاربعه في يوم واحد، احيانا بنشوف الامطار والاتربه وارتفاع في الحراره وكمان انخفاض في الحراره في يوم واحد، وده ايضا طبيعه فصل الربيع. احنا دايما بنقول على الربيع هو فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه. بس هو بقى اكثر حده خلال الكام سنه الاخار دول، يعني غالبا فعلا مساله المتغيرات المناخيه دي فعلا خلقت ازمات. هي بالفعل التغيرات المناخية خلت الظواهر الجوية أصبحت أكثر عنفا وأكثر تطرفا، بقت الظواهر الجوية قوية بشكل كبير. أوي. يعني حتى لو عندنا أمطار أصبحت كمية الأمطار حتى لو الحالات قليلة، حالات عدم استقرار، بس الحالة الواحدة بتيجي قوية بالشكل الكبير، بنلاقي معدلات أمطار أكثر من المعدل. معظم الظواهر الجوية زادت عن الطبيعي بسبب بالفعل التغيرات المناخية اللي بنشهدها. صح. وكل عالم بيتأثر بيها. حقيقي حقيقي. طب احنا هنعمل بقى خلال الكام يوم اللي جايين دول ايه؟ ما احنا مش عارفين. هو طبعا احنا خلال الايام دي امبارح والنهارده كان في منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا اثر علينا في حاله عدم الاستقرار اللي احنا شفناها. يعني احنا شفنا النهارده امطار، وبالامس كان في كمان امطار في معظم محافظات الجمهوريه من السواحل الشماليه للوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. قيم درجات الحراره كمان كانت حول المعدلات الطبيعيه او اقل من المعدلات الطبيعيه، وخاصة كمان إن كان في نشاط لرياح ساعد إن احنا نحس بالاضطرابات الجوية وساعد إن نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. من بكرة إن شاء الله تأثير المنخفض الجوي ده بيضعف تماما، بيتجه أكتر باتجاه شرق جمهورية مصر العربية وبلاد الشام. تأثير ضعيف جدا على بعض المناطق الشرقية، يعني بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الشرقية، مدن القناة، شمال الوجه البحري، ممكن نلاقي فيها فرص أمطار خفيفة لكن مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. هنبدأ من بكرة نشعر بتحسن تدريجي في الأحوال الجوية بشكل كبير، ويمكن كمان مع تقدم ساعات النهار يكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية. سرعات الرياح هتعتدل، يعني سرعات الرياح هتقل، فده هيحسسني بالاستقرار في الأحوال الجوية. درجات الحرارة هتبقى ظروفها عاملة إزاي يا دكتور؟ تحديدا بكره درجات الحراره ما زالت حول المعدلات الطبيعيه، يعني احنا عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار متوقع ان هي تكون 26 درجه مئويه، فالطقس الربيعي الدافي فتره النهار. لكن أوكي. فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس البروده موجوده بشكل كبير، خاصه فتره الفجر وفتره الصباح الباكر. فعشان كده بالفعل اول سؤال حضرتك سالته احنا مش عارفين نلبس ايه. الناس كلها بدات تنخدع، يعني الاسبوع الماضي كان في ارتفاع في الحراره بدات تعتاد الملابس الصيفيه، بنيجي فتره الليل نلاقي بوده وبوده بشكل كبير خاصه في المدن الجديده، مجرد غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض في الحراره. فعشان كده احنا بناكد ان لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او فترات الفجر او فترات الليل تكون الملابس خريفيه، اللي هي بتبقى قطعتين من الملابس، جاكيت خفيف معانا، مش الملابس الصيفيه الكامله، خاصه ان احنا الليله دي هيكون فيها بروده فتره الصباح والناس متجهين. طيب هل في اي نشاط لرياح مثيره للرمال والاتربه؟ الحمد لله خلال الايام اللي جايه مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره، يعني على الاقل في من بكره الاربع حتى بدايه الاسبوع اللي جاي سرعات الرياح هتقل، فبالتالي ما هاش اي اتربه ورمال مثاره، الاحوال الجويه هتكون مستقره بشكل كبير. كمان من يوم الخميس هتبدا قيم درجات الحراره ترتفع، يعني من يوم الخميس كمان هنبدا نحس ان الاحوال الجويه مستقره اكتر وفيها ارتفاع في قيم درجات الحراره اكتر فتره النهار. الشبوره المائيه بس اللي هنخلي بالنا منها لانها هتعود تاني في الظهور من يوم الخميس،
وممكن تكون كثيفة فتأثر على الرؤية الأفقية. فإحنا لو هنسافر على الطريق فترة الصباح الباكر هنخلي بالنا من الشبورة المائية. لو اضطرينا نخفف الملابس فترة النهار ده طبيعي مع وجود أشعة الشمس والحرارة، يبقى فترات الليل زي ما قلنا في الأول تكون الملابس الشتوية. لكن الأيام العيد وأيام الأجازة مستقرة بشكل كبير، نقدر نستمتع بالأجواء في كل محافظات الجمهورية بإذن الله. أشكرك جدا يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة مرة تانية. دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.